السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأشياء اللي ملفتة للنظر وبعض الأحيان محزنة تعجل خريجين كلية الطب الجدد في إظهار فهمهم لكثير من الأمور اللي بيحب الاستشاري أو البروفيسور أو الأستاذ أو المعيد إن يفهمهم إياها. كثير من النقاط أنا بلاحظها مع الزملاء الجدد الأكارم عندما تحاول أن تفهمه قضية معينة أو أن تشرح له مرض معين أو حالة معينة، يقفز الطبيب أو الطبيبة: أيوة أنا عارفها. لا، الأفضل أنك تنصت إلى أن ينهي الاستشاري أو المعيد أو البروفيسور حديثه معك حتى تعرف ماذا يريد أن يوصل لك. كثير من الأشياء اللي نريد أن نوصلها لزملائنا الأعزاء الجدد أشياء لم تمر عليهم وأنت خريج كلية الطب، يعني لسه لم تتعامل مع المرضى ولم تشاهد حالات معقدة أو حالات نادرة في حياتك. فالاستعجال بأنك تقول نعم أنا عارف، نعم أنا فاهم، نعم أنا فهمت إيش تبغى تقول، بدون الإنصات إلى أن ينهي البروفيسور أو المعيد أو الأستاذ حديثه، فأنت ضيعت على نفسك فرصة مهمة جدا وهدية كان ممكن أن تصلك لا يمكن أو من الصعب أن تلتقي فيها مرة أخرى. عادة نحاول أن نبلغ زملائنا الجدد عند ظهور حالة نادرة فورا خصائص هذه الحالة، ميزات هذه الحالة وطريقة التعامل معها، حتى يفهموا أنه مثل هذه الحالات لا تتكرر كثيرا. فمن الخطأ ومن الغبن الكبير أنه فجأة من الغبن ومن المحزن أنه زميلك بيرد كلامك وبيحاول أنه يظهر أنه هو فاهم، ما فيش داعي تكمل حديثك معاه، هذا خطأ. مجرد ما أنه يبدأ البروفيسور أو المعيد أو الأستاذ الحديث معك، أنصت حتى يكف عن الحديث. فإذا كف عن الحديث اطرح سؤالك، لا تظهر أبداً أبداً في أي لحظة أنك فهمت ووعيت كل شيء. بالنسبة لي أنا أمام عيني، من يظهر أنه وعى وفهم كل ما قلت فهو لم يستمع ولم يعي شيئاً. من الجميل جدا ومن المفرح جدا أن تستمع إلى أسئلة زملائك الجدد، زملائك الشباب الصغار اللي خريجين الجدد من كلية الطب، طلبة الماجستير، طلبة الدكتوراه. تستمتع جدا بالحديث إليهم وتستمتع بالإنصات إلى الأفكار التي تدور في عقولهم وتصل فيها في كثير من الأحيان إلى حل معضلات معقدة وصعبة نتيجة للعصف الفكري اللي يتم. النقاش وتبادل الآراء في بعض الأحيان قد يكون الأسئلة توحي بأنه الهدف منها الإحراج. لا يمكن أن يكون هناك أسئلة الهدف منها الإحراج. نحن نقول دائما لا يوجد سؤال غبي، توجد إجابة غبية. فاطرح أسئلتك دائما وحاول أنه الأسئلة تندرج تحت إطار أنه أتعلم وأستزيد من العلم وأنا عطشان للعلم حتى أرتوي. ولا يمكن أن يرتوي الإنسان طالب العلم. طالب العلم يظل يشرب ويشرب ويشرب، وكل ما شرب كل ما زادت لهفته وزاد عطشه لطلب العلم. لا تستخدموا هذا